فيلمنا يبدأ مع فتاة اسمها بري التي تزاول رياضة السباحة، وتضع خاتم خطوبتها في الحقيبة لتكمل السباحة. وقبل ذلك نرى مدير المسبح علق لافتة على الباب مكتوب فيها أن المسبح سوف يغلق لمدة. وكانت هناك عاملة نظافة اسمها كلارا تسرق دائما النقود من غرفة الأمانات، ولكن المدير أمسك بها وهي متلبسة، وليست هذه أول مرة، وقرر طردها وأمرها أن تنظف المسبح قبل أن يحاسبها. ثم التحقت بها أختها جونا إلى المسبح، وجاء وقت إغلاق المسبح، وأتت بري لجمع أغراضها، ولكن لاحظت أن خاتم خطوبتها غير موجود، ولاحظت جونا أن الخاتم علق في قاع المسبح، وغطست لتأخذه، ولكن الخاتم كان مثبتا، ونزلت أختها لمساعدتها ولكن بدون جدوى. ثم أتى المدير وألقى نظرة في المسبح ولم يجد أحدا، ثم توجه إلى لوحة التحكم ليضع الغطاء على المسبح ويغلقه. وانتبهت الأختين بأن المسبح يغلق، وأردنا الخروج من هناك بسرعة، ولكن غلق، وحاولنا كسر الغطاء، ولكنه مصنوع من نوعية الزجاج القوي. فصرخت جونا على أختها وأخبرتها أنهم خاطروا بحياتهم من أجل خاتم، ووجدوا فتحة هناك ولكن كانت صغيرة جدا. وعرفت بري أن أختها هي التي رمت الخاتم في المسبح، وتشاجرت مع أختها، ثم نزلت إلى قاع المسبح واستطاعت أن تأتي بخاتمها. وبعد ذلك اتفقت الأختين أن يسامحن بعضهن ويطلب المساعدة للخروج من هناك. وحاولت بري أن تأخذ غطاء البلاعة لتكسر بها ذلك الزجاج، ولكن لم تستطع لأنه كان ثقيلا جدا. ومر الوقت وجاء الليل، كان هاتف بري يرن، وكان ديفيد خطيبها هو الذي يتصل، ولكن للأسف الهاتف كان في الحقيبة. هما الاثنين حاول أن يوسعن الفتحة الصغيرة التي كانت هناك بقطعة بلاستيك وجدوها هناك. وبعد ذلك أصيبت بري بصداع شديد، فأخبرت أختها أنها مصابة بمرض السكري منذ 3 سنوات، ولم تخبر عائلتها بذلك، وإن لم تتناول حقنة الأنسولين التي توجد في حقيبتها سوف تدخل في غيبوبة السكري. وفجأة سمعوا أحدا يفتح الباب، إنها كلارا، وقد انتبهت إلى الفتاتين وتوجهت إلى حقيبة بري لتسرق منها المال والهاتف والبطاقة البنكية. فرحت الفتاتين وظنوا أنها سوف تساعدهم. فجأة سألتهم كلارا عن الرقم السري للبطاقة، واستغربوا من سؤالها، فأخبرتهم أن زوجها في السجن ولديها أطفال وديون. لم يخبروها بالرقم السري، فأطفأت عليهم مدفأة المسبح، فأعطتها بري رقم السري، ولكن كلارا تركتهم وذهبت، وأخبرتهم أنها سوف تعود بعد أن تخرج المال من المصرف الآلي. وساءت حالة بري بسبب برودة الماء، لأن كلارا أغلقت المدفأة، ثم لامت نفسها لأنها لم تستطع أن تفعل شيئا من أجل أختها. وهكذا قضوا الليل في المسبح. وفي الصباح جاءت كلارا وكانت تستهزئ منهم، وطلبت منها جونا أن تأتي بحقنة الأنسولين من حقيبة بري، ولكن كلارا كانت متضايقة جدا لأنها لم تجد في البطاقة سوى 80 دولار فقط، وهددتهم أنهم سوف تتركهم يموت هنا لأنهن أغبياء. وبعد ذلك قررت جونا أن تعاقب كلارا على ما تفعله معهم. وعندما اقتربت كلارا من الفتحة ضربتها جونا في أذنيها بقطعة البلاستيك، وأخذت كلارا تصرخ وتبكي لأنها جرحت، فأرادت الانتقام منهن، فشغلت منظف المسبح الآلي، وهكذا لم يستطع الفتاتين التنفس بسبب كلور التنظيف، فأخذوا في الصراخ ونادوا على كلارا لمساعدتهم. فانتبهت كلارا إلى خطورة ما فعلته، ثم أوقفت الآلة، فأعطتها خاتم الماس، فأخذته كارلا، ثم غادرت المكان. وبكت جونا كثيرا وأخبرت أختها أنها هي السبب فيما يجري، ولكن أختها بري سامحتها. وبعد مرور ساعات دخلت بري في هلوسة ورأت غطاء المسبح الذي فتح، وخطيبها ديفيد أنقذها. وبعد ثوان استيقظت مما هي فيه، ورأت أختها جونا تريد الانتحار بقطعة البلاستيك التي في يدها،
ولكن بري منعتها وهدأتها ووعدتها بأنهم سيخرجون من هنا سويا. وكانت كلارا تجرب الخاتم الألماس في يدها، ثم اتصل ديفيد في هاتف بري الذي سرقته كلارا. فتحت كلارا البريد الصوتي لأنها تعرف أن ديفيد سوف يتصل بالشرطة، وخافت من السجن وعادت إلى المسبح وتحدثت مع الفتاتين وطلبت منهم ألا يبلغوا أحدا عما فعلته معهم، وإلا ستتركهن محبوستين هناك. ووافقت الفتاتين على العرض. ثم ذهبت كلارا لغرفة التحكم لفتح الغطاء، ولكن وجدت أن رمز الحماية الذي كانت تعرفه قد تغير، ثم ذهبت وتركتهن لوحدهم. وهذه هي الليلة الثانية التي سيقضونها في المسبح. وبدأت بري تدخل في غيبوبة السكر، وجون تحاول إيقاظها، ثم سبحت جون إلى قاع المسبح لرفع البلاعة. وبعد عدة محاولات أخذت شريطا من عند أختها وربطته في البلاعة وسحبته بقوة ونجحت في إزالته. وعندما صعدت إلى الأعلى وجدت أختها فقدت الوعي وتغرق في الماء، وأنقذتها بالتنفس الاصطناعي ونجحت في أن توقظها وتتنفس مرة أخرى. واستجمعت جون قوتها وأخذت الغطاء وضربت به الزجاج من خلال الفتحة التي كانت فيه، فوسعت تلك الفتحة، وأخيرا أنقذت جون أختها وأخرجتها من المسبح وناولتها حقنة الأنسولين. وكانت خائفة جدا أن تفقد أختها، وفجأة ظهرت كلارا أمامها وبيدها مسدس الذي وجهته نحو جونا، وهددتهم بالقتل خوفا من أن يفضحوها وأنها خائفة من السجن. وبعد ذلك أنزلت السلاح وأعادت لهم خاتم الألماس، وقد شعرت بالذنب مما فعلته، واتصلت جونا بالشرطة وبالإسعاف لإنقاذ أختها. وطلبت جونا من كلارا أن تهرب لكي لا يتم القبض عليها. وبعد ذلك استيقظت بري على سرير الإسعاف وقد أعطتها أختها خاتمها. وهكذا الأختين حضنوا بعضهم بشدة بعد أن نجوا من ذلك الموقف الصعب، في نفس الوقت جعلهم يقتربن من بعضهم. وهكذا انتهى فيلمنا.